السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة إلى الزوجة المسلمة، أوصيك أيتها الزوجة التقية النقية العفيفة الشريفة، إذا دخل عليك الزوج البيت، لما زوجك ينتهي من العمل ويأتي آخر النهار، أرجو أن تستقبليه استقبالا بحفاوة. لو في إيدك أي حاجة، أو أنت مع الأولاد، أو أي عمل في المطبخ، أي شيء من الأشياء، أتركي اللي في إيديك واستقبلي زوجك وقولي له حمدا لله على السلامة. فهذا الاستقبال يعني بيكون سبب في سعادة لا يعلم مداها إلا الله. أسأل الله أن يسعد بيوت المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.